حين قال إنسان هل لها علامات؟ قلنا نعم لها علامات مقارنة وعلامات تابعة. أما علاماتها المقارنة فهي قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة، وهذه العلامة في الوقت الحاضر لا يحس بها لأن إلا من كان في البر بعيد عن الأنوار. ومنها الطمأنينة، طمأنينة القلب وانشراح الصدر من المؤمن، فإنه يجد راحة وطمأنينة وانشراح صدر في تلك الليلة أكثر مما يجده في بقية الليالي. ومنها على ما قيل أن الرياح تكون فيها ساكنة، يعني لا يأتي فيها عواصف أو قواصف، فليكون الجو مناسبا. ومنها أن الله قد يري الإنسان الليلة في المنام كما حصل ذلك لبعض الصحابة. ومنها أن الإنسان يجد في القيام لذة أكثر مما يجده في غيرها من الليالي. أما العلامات اللاحقة فمنها أن الشمس تطلع في صبيحتها ليس لها شعاع صافي، ليست كعادتها في بقية الأيام. وأما ما يذكر عن بعض العلماء أنه يقل فيها نباح الكلاب أو يعدم بالكلية، فهذا لا يستقيم في بعض الأحيان. أحيانا الإنسان ينتبه لجميع ليالي العشر فيجد أن الكلاب تنبح ولا تسقط، فهذا لا يكون علامة. Cette vidéo a été réalisée en collaboration avec le site a'ilmshar'i.net.